صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم يخص الرياضيين وغير الرياضيين، وهو الرباط الصليبي. ايه هو الرباط الصليبي وايه شكله جوه الركبه وفايدته ايه لما بيحصل فيه قطع؟ بيحصل ايه في الركبه؟ وايه التاهيل اللي بيحصل قبل العمليه لما بيحصل فيه قطع؟ وايه التاهيل اللي بيحصل بعد العمليه ولو حصل فيه قطع جزئي؟ كل ان شاء الله ده هنوضحه على كابتن محمد صقر. اهلا بيك، تعال اتفضل. الركبه لما بيحصل فيها اي مشكله خاصه في الرباط الصليبي بيحصل حاجه اسمها انستابيليتي او عدم ثبات في الركبه. طب الاول لازم نفهم الرباط الصليبي دوت ليه سموه صليبي. هو بيبان في الاشعه على شكل كورشيت، يعني على شكل صليب، عشان كده سموه رباط صليبي. الرباط الصليبي بيتكون من جزئين، حاجه اسمها انتيريور كورشيت ليجامنت او رباط صليبي امامي، وبوستيريور كورشيت ليجامنت او رباط صليبي خلفي. المفروض ان الرباط الصليبي بيمنع خروج عظمه القصبه لقدام وعظمه الفخذ لورا. يعني انت تخيلوا معايا، لو عندي عظمه القصبه تحت وعظمه الفخذ فوق، بيمنع خروج القصبه لقدام والفخذ لورا، والرباط الصليبي الخلفي العكس. فلما بيحصل فيه قطع بيحصل حاجه اسمها انستابيليتي او عدم ثبات في المفصل، وده بيخلي عظمه القصبه تطلع لقدام زياده عن اللزوم، فبالتالي الغضاريف اللي جوه الركبه تتاثر مع الوقت ويحصل فيها تاكل، وبالتالي يحصل خشونه بسهوله لو كان الصليبي ما اتعملش. طيب الصليبي دوره ان هو بيعمل لوك او بيقفل المفصل من جوه عشان خاطر عظمه القصبه زي ما قلنا من شويه ما تطلعش لقدام. طب الرباط الصليبي الامامي دوت بيتكون من رباطين، حاجه اسمها انتروميديال باندل وبوستيولاترال باندل، يعني رباطين فوق بعض عشان خاطر يعملوا رباط واحد. عشان كده بيحصل حاجه اسمها بارشال تير او قطع جزئي في الرباط الصليبي. لازم نفهم ان 80% من ثبات المفصل بيعتمد على العضلات و20% على الاربطه والغضاريف. ناس كتير بيعتقدوا ان الكوادرسيبس هي اهم عضله للرباط الصليبي او للركبه في العموم، عشان كده معظم لاعيبه الكوره الثقافه بتاعتهم ان قبل اي ماتش او قبل اي تمرين يخش يلعب اماميات كتير عشان خاطر يقوي الاماميه، مع العلم ان الكلام دوت علميا غلط. اهم حاجه في الرباط الصليبي هو الهامسترنج الخلفيه، لان الخلفيه الاتاتشن بتاعتها او الاورجن والانسرشن الانضغام بتاعها في نهايه القصبه من ورا. يعني تخيلوا معايا عظمه القصبه اهي، الخلفيه ماسكه في القصبه من ورا، فده اللي يمنع برضه خروج القصبه لقدام، يعني بيعمل نفس الوظيفه بتاعت الرباط الصليبي. فلازم نفهم ان اي حد بيحصل له مشكله في الرباط الصليبي لما نيجي نعمل له اي ريهابيتيشن او تاهيل، ان احنا بنهتم بالاول ماسلز او العضلات كلها اللي حوالين الركبه، خاصه الكوادرسيبس والهامسترنج والادكتور والتنسور فاشيالاتا والكور ستابيليتي والجليتيوس او الاليا. ان شاء الله الحلقات الجايه هنوضح اهم التمارين اللي ممكن نعملها للتاهيل، خاصة قبل العملية أو بعد العملية الخاصة بالرباط الصليبي، ولو حد حصل له قطع جزء في الرباط الصليبي إيه اللي ممكن نعمله معاه إن شاء الله. أشوفكم على خير، السلام عليكم.